كفتة فراخ بحشو المكسرات. عندي صدور فراخ مفرومة أو وراك، بصل وتوم كزبرة قرفة بهارات جوزة الطيب مكسرات مجروشة لبن بيض بقسماط ملح وفلفل وزيت اهو، نحط دي كفاية اهي، وادي التوم، ادي شوية زعتر بودر اهو. ما اعمل ايه؟ اروح جايب دي كده نروح ضربهم كده. اعمل ايه؟ انعمهم واجيب حبة الكزبرة الخضرة اهي، كده ادي الانواع التوابل عندي. كده يبقى نبدا نشتغل. ممكن اعملها زي الكوبيبه كده اهي، واديها شويه مكسرات كده جوه واروح مقفلها. برضو اعملها زي الكوبيبه لو عايز، او اعملها مكعوره كده زي ممكن. بنشوف كده بنعمل الكفته بتاعتي ازاي. بحطها من البيض واللبن، ام البيض للبن للبقسماط، وبقسطها كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقلي